عزيز ده تواضعك المعتاد، انت عارف انك عامل زلزال في الصناعة، بس الزلزال الحمد لله الحلو. احنا بقالنا الحمد لله. اسبوع كل الناس بتتكلم تاتش وود، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عن عزيز الشافعي. الحمد لله الحمد لله، انت دي حاجة بتعمل تسعدني ايه؟ جدا وتشرفني. انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بيجي على ذهنك يا عزيز وانت بتكتب وانت بتلحن؟ بقول لك اسبوع او والله اكتر، والله من ساعه 3 ساعات ثلاث متواصلة ساعات متواصله من غير فاصله وصولا. والله بيجي على ذهني كل خير، بس انا بتحكم في اللي بيجي في ذهني، بس انا ما اقدرش اتحكم في اللي بيجي في اذهان الناس. يعني مما لا شك فيه. التفتيش في النوايا زي ما انت عارف قريب قوي لمحاكم التفتيش بتاعت زمان في اوروبا دي، يعني ما بحبش انها تبقى موجوده في مصر. احنا دوله عندها جذور ثقافيه وعندها ارث قوي جدا من الابداع وحريه الابداع والثقافه في السينما وفي الدراما في الاغاني. انا منطلق من هنا، انا بكتب زي ما كان بيكتب الشعراء الكبار مرسي جميل عزيز وحسين السيد واحمد شفيق كامل، كل الناس القويه دي. الله وبلحن برضو كتلميذ للملحنين الكبار محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي والموجي اساتذتنا. بحاول ان انا ابقى في الخط ده، وبحاول اقدم حاجه انا مقتنع بيها وبحبها وشايفها انها هتزود المحتوى الغنائي في ظل المنافسه الشرسه مع الوان تانية او جونرا تانية من المزيكا، منافسه طبعا قويه جدا، فبنحاول ان احنا نكون موجودين بالاغاني بتاعتنا.